بس اللي مهتم من القطاع ديال التجارة والتسيير وباغيين يبقاو في لو دومين ديال الجيستيون، الوغ موجودين لي زيكول وغادي نبداو بأول مدرسة اللي هي لي زو ان سي جي، المدارس الوطنية للتجارة والتسيير، اللي هما غنيين على التعريف، اللي كتم الدراسة فيهم دي 5 سنين. زوين انك كتضمن 5 سنين ديال القراية كترتاح وتخرج بان ديبلوم ديال لو ان سي جي، واللي متواجدين بعدة مدن كما كتشوفوا في الكازيي اللي فيه المدن، واللي غادي كيخص ضروري يكون بيان سور عندك باك بواحد لا موايان، اللي غادي الباك يكون فيها انتقاء اولي وانتقاء كتابي، والسن ديالك ما يتجاوزش 21 سنه. بالنسبه للشروط وشنو خاص يدار وكيفاش كيدير يدفع لهم نقدروا نهضروا عليهم في فيديوهات اخرين ان شاء الله من بعد. خامسا الاقسام التحضيريه للمدارس العليا، بالنسبه للتلاميذ اللي كيطمحوا يدخلوا ليسكاو او يلتحقوا بجامعات او مدارس كبرى في فرنسا غادي يستافدوا بزاف، حيت هما بحال حيت فريمون المدارس بحال واحد المعسكر اللي كتوجد فيه راسك مزيان من بعد الباك، ومنين تخرج ما كاين غير ضرب طيح. الا غادي نشوفوا لو شوا السادس، الوغ كاين المدارس العليا للتكنولوجيا، الناس اللي باغي يدوز عامين ديالو ويخرج يمشي يدبر على خدمه او يكمل ليسونس بروفيسيونيل، وكاين الناس اللي عندهم واحد التوجه خاص، يعني كيعرف راسو سي تري بون كوميرسيال، كاين اللي كيعرف راسو تري بون ماناجر، كاين اللي كيقول انا جو سوي ان تري بون فوندور. كل واحد الا كنتي هاد لو جون ومهني فكنصحك انك دير هاد النوع ديال المدارس اللي غنتكلموا عليهم دابا، نبداو بلو اس تي ومازال نتكلموا عليهم من بعد اكثر. وكاين المدارس المدرسه العليا للاساتذه والتعليم التقني، واللي حتى هي كيتوجدوا دابا فيها، كاينه في المحمديه وكاينه بالرباط، واللي حتى عندها دبلوم جامعي للتكنولوجيا، واللي كتخليها من بعد الباك يكون فيها انتقاء اولي، والسن المحدود في 22 سنه كتوجد فيها ان دي تي، وممكن تكمل لا ليسونس بروفيسيونيل ديالك حتى ومن بعد تمشي تشوف ماستر، وغادي نتكلموا على هذه المسالك من بعد باش ما نطولوش. وكاين الاقسام التحضيريه للمدارس العليا البي تي اس، الوغ بالنسبه للبي تي اس هما موجودين في عده مدن كفاس وجده طنجه جديده مراكش تاونات سلا تيزنيت وسيدي قاسم، حتى هما كيتم مده الدراسه ديالهم فيهم عامين، كتوجد فيها الشهاده ديال التقني عالي، كتدخل باك وكاين فيها انتقاء اولي، والسن ديالك ما خصوش يكون كيتجاوز 23 سنه. بالنسبه كيفاش كيتم الشروط ديال الولوج، كيفاش كيتحسبوا النقاط، شنو هو الفرق بين بي تي اس ولا درت او اس تي ولا لينسيت، كاين الاجوبه او تخليوا لي اسئله ديالكم ونجاوبكم ان شاء الله.